طيب شباب، حدا عنده سؤال من المحاضرة الماضية عن generator matrix وكيف انه نطلع اللي هو set of independent vectors نحطها في الجنريتور matrix؟ طيب خلينا معناته نكمل على الموضوع اللي كنا بلشنا فيه، اللي هو موضوع الجنريتور ماتريكس. هلا اذا قلنا الفكره انه عندي، انا قلت انه مثلا نرجع لنفس المثال السابق، انه اذا كانت عندي الكي مثلا بتساوي مثلا 3 والان بتساوي عندي 10، فقلنا انه انا الانبوت لللينير بلوك كود انبوت عندي how many sequences do I have at the input side. Eight. 2 to the power 3 والاوتبوت كم؟ 2 to the power 3، بس الفرق انه عندي الانبوت بيكون 3 tuples، السيكونس فيها فقط 3 بيتس، والاوتبوت بيكون عندي كم tuples؟ 10 tuples بالضبط. فهذا هو، فقلنا انه بدل ما الانكودر يخزن لي هذول الثمانية sequences هون، لا بخزن only 3 vectors، بخزنهم بنسميهم هذول الفيكتورز اللي هم generator matrix instead of 2 to 3 vectors. هذول الثري فيكتورز قلنا عنهم بيكونوا independent vectors. independent معناها انه ما فيش واحد منهم بقدر اعمل له جنريشن باستخدام الاذر فيكتورز، وبنحطهم هذول الفيكتورز بنحطهم في الجنريتور ماتريكس v1 v2 v3. طيب ممتاز. هلا اذا قلنا عرفنا شو مبدا الجنريتور ماتريكس، هلا في محاضره اليوم بدنا نتحدث عن كيف انه how to find اللي هي مش بس اي جنريتور ماتريكس. جنريتور ماتريكس ممكن تكون اي جنريتور ماتريكس، قلنا الشرط الوحيد فيها انه الفيكتور تبعون هيكونوا اندبندنت. ماشي، اليوم راح نتعلم كيف انه نطلع شيء اسمه السيستماتيك جنريتور ماتريكس. سيستماتيك جنريتور ماتريكس، شو يعني systematic يا شباب؟ The word systematic, what does it mean? Systematic generator matrix اللي هي يا شباب إلها نمط معين، مش عشوائية، إلها نمط معين. أوكي؟ ففي طريقة يعني واضحة في إني أعمل generation لهي systematic generator matrix. طيب خلينا نرجع على النوتس. هلا هون زي ما قلت لكم الطريقه انه انا مثلا اعمل جنريتور ماتريكس مثلا اذا كانت الكي مثلا الكي بتساوي 3 والان بتساوي 10، فقلنا انه احنا او يعني عشان نطلع كم فيكتور انا بحاجه عشان اعمل جنريشن لهي الكود اللي هي 10,000 كود. كم فيكتور انا محتاج عشان اعمل جنريشن لكل الكود ووردز في هاي الكود؟ انا بدي 3 صح؟ 3 فيكتورز. صوتك مش طالع والله، مش واضح يا موسى، بتعلي شوي. 3 فيكتورز دكتوره؟ 3 فيكتورز بالضبط، انا بحاجه ل 3 فيكتورز.
فهذول الثري فيكتورز الطريقه الاعتياديه قبل ما نستخدم الجنريتور ماتريكس كنا بحاجه انه نخزن اللي هم ال 2 to 3 كود ويرز اللي هم يكونوا 8 كود ويرز نخزنهم في الـ في الانكودر. هلا في هاي الحاله لا نخزن بس 3 كود ويرز. هذول الكود ويرز عشان نلاقيهم في عندي اللي بطلع اللي هو الفيكتور سبيس اللي هو في سب 10 اللي هو في كم فيكتور فيه بالفيكتور سبيس يا شباب في سب 10 2 to the power 10 vectors. فأنا في عندي فعليا في عندي 1024 فيكتور بشكله الفيكتور سبيس بي سب 10. ال 1024 بدنا نختار بس 8 فيكتورز. هذول الفيكتورز أو الكود ويرز نختار منهم 8 كود ويرز. هذول الكود ويرز لازم يحققوا الشرطين اللي تحدثنا عنهم تبعون السب سبيس، انه الاول زيروز كود وورد موجوده والكلوجر بروبرتي. هلا بعد ما اخترنا هذول الثمانيه كود ووردز منهم بدي اختار ثلاثه كود ووردز. هذول الثلاثه كود ووردز بدهم يشكلوا البيسس تبع الكود تبعتي. فبدل ما انا احتاج اخزن الثمانيه كود ووردز هذول في الانكودر تبعي اخزن اونلي 3 كود ووردز. طيب بعد ما لقيت هذول الثري كود ووردز اللي بدي اشكل منهم البيسس، هذول بينفعوا يكونوا اي جنريتور ماتريكس للكود تبعتي. لكن اذا بدي اعمل منهم سيستماتيك جنريتور ماتريكس فهذول الثلاثه كود ووردز لازم يحققوا هذا الشكل، لازم يحققوا هذا الفورم اللي هو يكون الجنريتور ماتريكس اقدر اقسمها بالشكل التالي: جزء اسميه الباريتي وجزء اسميه الايدنتيتي. اوكي هلا رح نشوف كيف السيستماتيك كود وورد بالتفصيل. فالسيستماتيك جنريتور ماتريكس، فاذا الجنريتور ماتريكس تبعتي لو قلنا انه مثلا لقيت انا كي كود ووردز اللي هم بشكلوا البيسس تبعي، هلا الكود ووردز هذول لازم يكونوا اللي هو الجزء الكي باي كي ماتريكس اللي على اليمين، يعني لازم يكون في جزء من هاي الجنريتور ماتريكس الدايمنشنز تبعته كي باي كي، هذا يكون عباره عن ايدنتيتي ماتريكس. اذا كي باي كي ايدنتيتي ماتريكس، شو يعني ايدنتيتي ماتريكس يا شباب؟ مين زيرو ايفريوير ما عدا الدياجونال بالضبط وانز بالضبط. اذا زي ما قال موسى الايدنتيتي ماتريكس هي ماتريكس يعني سكوير ماتريكس في كل مكان هي زيروز الا في الدياجونال هي وانز. ماشي فبس القطر عندنا هون في واحد وانز والباقي كله زيروز. فالسيستماتيك جنريتور ماتريكس لازم تكون بهذا الشكل انه الكي باي كي بورشن هذا اللي في الجنريتور ماتريكس لازم يكون عباره عن ايدنتيتي ماتريكس كي باي كي. ماشي والجزء الثاني اللي هو بنسميه اللي هو الدايمنشن تبعته بتكون كي باي ان ماينس كي، هذا بنسميه الجزء تبع الباريتي. اوكي هلا ممكن اني اقدر الاقي الجزء يعني الاقي جنريتور ماتريكس بهاي المواصفات، طبعا ممكن بتلاقيها بسهوله وراح نيجي نحل اكزامبلز على هذا الشيء. طيب اذا هذا البورشن الاول من الجنريتور ماتريكس اللي هو الدايمنشنز تبعته كي باي ان ماينس كي، هذا بنسميه الباريتي اري بورشن اوف ذا جنريتور ماتريكس. والجزء الثاني هو عبارة عن Identity Matrix. طيب هلا يعني إذا هذا الـ Compact Form، إذا عندي الـ Systematic Generator Matrix، عندي Parity Portion و Identity Portion. أوكي هلا ممكن حدا يسأل إنه
انه ليش انا بدي ليش بدي استخدم السيستماتيك جنريتور ماتريكس، ليش انا بحاجه للسيستماتيك جنريتور ماتريكس؟ هل الجنريتور ماتريكس العاديه اللي ما عليها اي كونديشنز تنفع ولا ما بتنفع؟ طيب الجواب لهذا السؤال انه الجنريتور ماتريكس العاديه اللي فقط انه نختار اللي بحقق الشرط انه الفيكتورز اللي في الماتريكس يكونوا اندبندنت بتأدي الغرض تماما، بتأدي الغرض انه تعمل لي جنريشن للكود ووردز كلهم بدون اي مشاكل. لكن ليش احنا هون لجأنا الى انه نتعرف على هاو تو بيلد سيستماتيك جنريتور ماتريكس؟ السبب في هذا انه باستخدام يعني الجنريتور ماتريكس وسيستماتيك جنريتور ماتريكس بيأدوا نفس الوظيفه، لكن في عندنا ادفانتج زياده باستخدام السيستماتيك جنريتور ماتريكس، واللي هي انه إن إذا استخدمت السيستماتيك جنريتور ماتريكس عشان أعمل جنريشن للكود ورد تبعتي، فإنه بدنا يعني الكود ورد اللي بتطلع عندي باستخدام السيستماتيك جنريتور ماتريكس بيكون شكلها كالتالي، إنه آخر كي بيتس موجودة في الكود ورد هم عبارة عن المسج بيتس نفسهم. إذا كانت المسج بيت مثلاً M1 M2 لحد MK واستخدمت السيستماتيك جنريتور ماتريكس عشان اطلع الكود وورد يو، فبدي الاحظ انه اللاست كي بيتس في الكود وورد تبعتي هم عباره عن المسج بيتس نفسهم، وبالتالي هذا بيعطيني شوي بيعطيني سهوله في اني اعمل جنريشن للكود وورد، وبرضه بيساعدني في عمليه الديتكشن على الريسيفر. اوكي، فهي هي الادفانتج اللي بنحصلها يوزنج السيستماتيك جنريتور ماتريكس. فالكود وورد اللي بتطلع عندي هون هي عباره عن سيستماتيك كود فيكتور. اوكي، طبعا الجزء الاول من الكود وورد اللي هو الان ماينس كي بيتس هم بيمثلوا البيريتي بيتس، واللاست كي بيتس بيمثلوا المسج بيتس. طيب طبعا هذا this is how to find اللي هم الparity bits اللي بيكونوا في الكود وورد، طبعا باستخدام الماتريكس اللي هو اللي راح نشوف. طيب طيب في عندي هذا الاكزامبل معطيني جنريتور ماتريكس يا شباب هلا، وطالب مني اعمل جنريشن للكود ووردز لكل الكود ووردز اللي بتعملهم جنريشن اللي بنعملهم جنريشن باستخدام هاي الماتريكس. ماشي، اول شيء هل هاي الجنريتور ماتريكس سيستماتيك ولا لا؟ شباب سامعيني؟ دكتور سامعيني، سيستماتيك هاي الجنريتور ماتريكس ولا لا؟ دكتور الطرف اليمين كي باي كي ايدنتيتي. يس بالضبط، اذا عندي 3 باي 3 عباره عن ايدنتيتي ماتريكس، معناته هي سيستماتيك جنريتور ماتريكس. هلا شباب انا لما بطلب لما بكون جايب لك جنريتور ماتريكس بالامتحان مثلا معطيك اياها زي هيك، خلص انت مش انت مش مطلوب منك تفحص انه هي جنريتور ماتريكس ولا لا، او انك يعني تشيك انه الفيكتورز اللي موجوده هون اندبندنت ولا لا. خلص وانس انه انا معطيك بالسؤال انه هي اس جنريتور ماتريكس، تحصيل حاصل انه الفيكتورز الموجوده هم اندبندنت. ماشي، لكن طبعا الحاله الوحيده اللي بدك تفحص انه يعني انه تفحص هل الجنريتور ماتريكس هاي فاليد ولا لا، إذا كنت أنا معطيتك بسؤال صريح إنه هل هاي يعني بتمثل لي valid generator matrix ولا لا؟ أما إذا ما كنت سائل فخلص إحنا بناخذ إنه مسلم إنه هذول الفيكتورز اللي موجودة في الجنريتور matrix هم already independent. أوكي؟ سؤالي هون ما كان عن قبل شوي، كان مش إنه هاي الجنريتور matrix هي generator matrix ولا لا؟ لأنه خلص أنا قايل لك بالسؤال إنه هي جنريتور ماتريكس، لكن السؤال كان هل هي سيستماتيك جنريتور ماتريكس ولا لا؟
وكان هذا بالنظر انه تطلع على الجزء الاخير اللي هو اللاست كي باي كي الري اللي موجوده في الماتريكس. فاذا كانت ايدنتيتي معناته هي سيستماتيك جنريتور ماتريكس. طيب فهو معطيني اذا هاي السيستماتيك جنريتور ماتريكس، طالب مني اني اطلع كل الكود ويردز اللي تنتج من هاي الجنريتور ماتريكس. هلا لو فرضنا انه مش معطيني الكود، مش قايل لي انها 6 فري كود، معطيني الجنريتور ماتريكس وقايل لي انه هاي الجنريتور ماتريكس يعني بتعمل لي جنريشن لكود معينه، فاحنا لازم نعرف انه الكي والان بدون ما يكون هو معطيني المسمى تبع الكود عندي هون. كم الدايمنشنز تبعون هاي الجنريتور ماتريكس يا شباب؟ 3 by 6. معناته من الدايمنشنز تبعون الجنريتور ماتريكس لازم اكون عارف قيمه الكي وقيمه الان. قيمه الكي كم يا شباب؟ 3. وقيمه الان وقيمه الان 6. اصبر، لان هاي الكي وهاي الان، لانه الجنريتور ماتريكس الدايمنشنز لها كي باي ان. طيب خلينا نروح على الوايت بورد ونحل الاكزامبل. فاذا بالاكزامبل معطيني السيستماتيك جنريتور ماتريكس كالتالي، إذا هاي الجنريتور ماتريكس السيستماتيك جنريتور ماتريكس، و طالب مني إني أعمل جنريشن لكل الكود ويردز. ماشي؟ طيب عشان نعمل جنريشن للكود ويردز أول إشي نحط الكي عنا، الكي بتساوي 3. عندي هون المسج فيكتورز أو المسج سيكونسز، طيب لو بلشنا انه عندي least significant bit على الشمال والmost significant bit على اليمين. ماشي، هون عندي ايش الـ كم سيكونس للمسج انا عندي؟ 8 sequences بالضبط. عندي 0 0 1 0 0. إذن صار عندي 8 مسج سيكونسز. هلا بنيجي بنشوف كل وحده منهم ايش بقابلها يعني as a code word، شو الكود وورد تبعتها. طيب اذا هاي المسج هون عندنا 8 code words. خلينا 8 6 tuple code words. طيب هلا شو بدنا نسوي؟ بدنا
عشان نعمل الجنريشن الكود وورد شو بتساوي؟ القانون العام انه الكود وورد شو بتساوي؟ مسج مسج سيكونس في الجنريشن ماتريكس. بالضبط، المسج سيكونس في الجنريشن ماتريكس، جنريتور ماتريكس. هلا المسج الاولى اللي هي 000 راح تعطيني ايش؟ all zeros 6 zeros. دائما يا شباب دائما الـ all zeros sequence او الـ all zeros code word لازم تكون موجوده عندي في الكود تبعتي، لانها شرط اساسي ل عشان نعتبر الكود تبعتي تكون valid code. طيب الـ 100 ايش حتكون؟ الصف الاول مظبوط 1 1 0 1 1 0 0. المسج الثانية حتعطيني الصف الثاني اللي هو 0 11 0 1 0. الثالثة حتعطيني summation الـ XOR بين الصف الأول والصف الثاني 1 0 1 1 1 0. الـ هون عندي حتعطيني آخر صف 1 0 11. عندنا هاي عبارة عن XOR بين الصف الأول والصف الأخير حتكون 0 1 1 اللي هو 101. وعندنا هون XOR بين last two rows حتكون عبارة عن 1 1 0 اللي هو 0 11. وآخر شيء حتكون XOR لكل الروز فحتكون 0 0 0 3 ones 1 1 1. إذن هيك عملنا جنريشن لكل الثمانية كود ووردز يا شباب. وكونه الجنريتور ماتريكس اللي أنا استخدمتها هي عبارة عن سيستماتيك جنريتور ماتريكس، فبنلاحظ إنه كل الكود ووردز اللي طلعوا معي شو عندنا آخر 3 بيتس شو دخلهم ب أو شو علاقتهم بالمسج فيكتور؟ نفسهم المسج سيكونس فيكتور. بالضبط، هاي هي الادفانتج اللي احنا حصلناها باستخدام السيستماتيك جنريتور ماتريكس، انه دائما اللاست كي بيتس عندك في الكود وورد بيكونوا نفسهم المسج فيكتور. اوكي، ف بهذا الشكل. طبعا لو اجينا نستخدم الصيغه العامه، هون احنا طلعنا كل الكود ووردز الثمانيه، لو اجينا نستخدمه بدلاله الرموز فعندنا الام المسج الفيكتور تبع الام فيه 3 بيتس M1 M2 و M3، نضربه في الجنريتور ماتريكس فلما نضرب عندي الصيغة العامة بتطلع انه البيت الاول عبارة عن الصف اللي هو الفيكتور كامل تبع المسج في العمود الأول، فبصير عندي اللي هو إيش؟ M1 XORed مع مين؟ مع M3، هاي البت الأولى. البت الثانية هي عبارة عن XOR بين M1 وال M2. M1 و M2. والبت الثالثة هي عبارة عن XOR بين M2 وال M3. M2 XOR مع ال M3.
هون احنا بنكون هذول خلصنا 3 parity bits. هسا اللي بدنا نحطه اللي بضل ايش عندي 3 more bits، شو بيكونوا هذول؟ M1, M2, M3 بالضبط. نحط المسج نفسها M1 M2 و M3. إذن هاي الصيغة العامة للكود وورد تبعتي بالطريقة السيستماتيك. فهاي عنا هذول بيمثلوا لي الباريتي بيتس. هذول عنا المسج بيتس. هون انت ممكن يعني لو ما بدك تعمل، لو انت مش مطلوب منك تعمل كل تعمل جنريشن لكل الكود ووردز للثمانية، معطينا مسج معين مثلا قايل لي طلع الكود وورد اللي كوريسبوندز للمسج مثلا 011 مثلا، فانت مباشرة بتكون عندك هذا القانون، بتعوض بالقانون انه اول شيء عندي الام 1 زائد ام 3 فبتكون الكود وورد اول بيت فيها واحد، بعدين هون M1 وM2 تكون عندي another one، بعدين M2 and M3 makes 0، بعدين بنحط المسج نفسها اللي هي 011. فأنا بهاي السرعة عملت اللي هو عملت generation للكود وورد تبعتي اللي هي بتقابل المسج 011. دكتورة تفضلي. هلا بالسيستماتيك مش تعتبر اشي سيء عندي لمجال السكيورتي، بكون اني عارفة مواقع المسج بيتس وبصير عندي مثلا سرقة او هيك؟ جاي مزبوط. سؤالك انه هاي بتساعدني بالديتكشن؟ لا بالسكيورتي اثناء البروباجيشن مثلا او اثناء الترانسميتنج، ممكن اذا كنت عارفه مواقع المسج بيتس بصير عندي سرقه بكل سهوله، يعني ما في داعي انه يعني للباريتي بيت او ما عملت ليش اي بروتكشن لإلها. بروتكشن قصدك لواحد يعني بده يعمل تشويش؟ بالضبط، او سرقه او اي شيء. مزبوط، هو في جزء منه انه يعني إذا كان الجامر بيعرف شو التكنيكس بالضبط أنت مستخدم، هذا يعني بيخلي يعني الجامينج تبعه يكون أقوى. بس إحنا بدنا كمان يا جين إنه نعرف إنه هاي الكود في عندها قدرة على أنها تصحح إيرورز، يعني هي لما تيجي هاي الكود وورد مثلا توصلني على الريسيفر، إذا كان في خطأ عندي هون بواحدة من المسج بيتس الجزء هذا بتقدر تكتشفوا الكود، يعني حسب قوة الكود في كود بتقدر تكتشف أكثر من خطأ وتصححه، في كود مثلا زي هاي الكود بتقدر تصحح خطأ واحد. فإحنا يعني خلينا نقول بنكون يعني بيكون السندر مستعد لأسوأ الاحتمالات، وبناء عليه بتكون قوة الكود تبعته حسب الشانل اللي هو بيعمل ترانزميشن عليها. فإذا كان مثلا والله الجامينج قوته عالية في الانفايرومنت اللي هو بينقل عليها السيجنال تبعته، فهو بيستخدم اصلا كود عندها قدرة على انها تصحح يعني عدد كبير من الايرورز. اوكي تمام دكتورة، شكرا. طيب هلا اذا هذا بالنسبة للاكزامبل تبعنا انه طلع لي الكود وير طلعها بصيغه عامه، وبنلاحظ انه اليو 4 يو 5 اند يو 6 بيكونوا نفسهم المسج بيتس. طيب هلا اذا السكشن اللي كملناه تعرفنا فيه على هاو تو جنريت السيستماتيك جنريشن او جنريتور ماتريكس. هلا في هذا السكشن في عندي بدنا نتعلم كيف انه to generate another type of matrix اللي هو parity check matrix. اوكي parity check matrix بقدر انا يعني اذا عندي انا معروفه generator matrix معروفه عندي بقدر منها اعمل generation للparity check matrix.
فالباريتي تشيك ماتريكس هي الستركتشر تبعها كالتالي: عندي ايدنتيتي ماتريكس الدايمنشن تبعتها ان ماينس كي في ان ماينس كي، والجزء الثاني هو الباريتي ماتريكس او الباريتي اري ترانسبوز. هلا من الاتش ماتريكس ناخذ اللي هو بدنا نطلع الاتش ترانسبوز. الاتش ترانسبوز اللي هي بنستخدمها بالكالكوليشنز اكثر. طبعا اذا كان عندك يا شباب الاتش ماتريكس معروفه، كيف بتطلع منها الاتش ترانسبوز؟ Rows become columns, columns become rows. بالضبط. Yeah, you flip each row becomes a column and each column gets into a row. فال H transpose بنعكس الH الأصلية، بتصير بالتالي كانت one row بصارت عندي اللي هو one column. فالcolumn عندي أول إشي بحط identity matrix ال dimensions إلها n minus k في n minus k. تحت بحط الباريتي. الباريتي اللي هي الباريتي اري هاي هي نفسها الباريتي الموجوده في الجنريتور ماتريكس. احنا قلنا انه الجنريتور ماتريكس الدايمنشن تبعتها او الاستراكشر تبعها كان عباره عن بي بي في الجزء الثاني كان ايدنتيتي ماتريكس. اوكي، ف من الجنريتور ماتريكس بحط انا البي اللي في الجنريتور ماتريكس، بحطها في الاتش ترانسبوز. اوكي، فخلينا نشوف اذا الاستراكشر تبع الاتش الباريتي تشيك ماتريكس، وراح نشوف هسه وين بنستخدم الباريتي تشيك ماتريكس. طيب، فإذا هون إحنا جينا نمثل الـ H transpose، هاي H transpose، هاي الـ H transpose. فالـ H transpose قلنا عندي identity matrix الـ dimensions إلها n minus k في n minus k، هاي بنحطها في الجزء العلوي من الـ parity check matrix، والجزء السفلي بيكون هو عبارة عن الباريتي. اوكي، فالباريتي الدايمنشنز إلها ايش؟ نفس الباريتي اللي كانت في الجنريتور ماتريكس، الدايمنشنز إلها k في n minus k. يس، k في n minus k، والايدنتيتي عندنا هون عبارة عن n minus k في n minus k. فبصفي الماتريكس كلها، هذا الجزء قلنا الدايمنشنز الهم n minus k rows في n minus k في n minus k columns، وهذا الجزء تبع الباريتي عبارة عن k rows في n minus k columns. طب تصفي total ال h transpose ايش الدايمنشنز تبعتها؟ حتكون dimensions تبع هاي الماتريكس يا شباب شو بتصير؟ في عندي فوق n minus k rows وتحت عندي k rows، فبتصير كم؟ n rows في ايش؟ n minus k rows columns عفوا. هاي هي dimensions تبعون ال h transpose n في n minus k. اوكي، طيب هلا شو ليش خلينا هيك تعرفنا احنا كيف نعمل جنريشن الاتش ترانسبوز. بس شو هي الاتش ترانسبوز او الاتش يعني بشكل عام اللي هي الباريتي تشيك ماتريكس؟ هي ماتريكس احنا بنستخدمها فعليا على الريسيفر سايد او على الديكودر سايد. اذا هي عكس الجنريتور. جنريتور ماتريكس انا بستخدمها عندي على الترانسميتر سايد، إذن الجنريتور ماتريكس يا شباب هون عندي خلينا نقول هون عندي داتا ان، داتا كومينج ان،
تدخل على الانكودر. بعدين عندنا الموديوليتر. بعد الموديوليتر عندنا اللي هو الانتنة، بتروح عندي السيجنال على تشانل. بعدين هون عندي انا الانتنة للريسيفر، بيجي عندي هون ديكودر، عفوا ديموديوليتر. بعد الديموديوليتر بيجي عندنا اللي هو الديكودر. بعدين هون عندي الداتا اوت. ماشي. فالجنريتور ماتريكس مكانها يا شباب هون، الجنريتور ماتريكس تكون مخزنه عندي في الانكودر، عشان منها اقدر اعمل جنريشن للديفرنت كود ويرز اللي انا بدي اياهم. والاتش الاتش ماتريكس او الباريتي تشيك ماتريكس مكانها هون على الديكودر، نستخدمها عشان نعمل ديكودينج. ماشي. فال ال ال فال بدنا نعرف يا شباب انه المعادله هاي فاليد، انه الجي لما بضربها بالاتش ترانسبوز بتساوي زيرو. ماشي. لو اجيتوا تتحققوا، لو انتم يعني كان عندكم بنيتوا الجنريتور ماتريكس وبعدين بنيتوا الاتش ترانسبوز ضربتوهم ببعض، راح تشوفوا انه الجواب بيكون عندي زيرو. فان الجنريتور ماتريكس مضروب بالاتش ترانسبوز بيساوي زيرو. السيستماتيك صح؟ سيستماتيك جنريتور ماتريكس. احنا شوف هلا احنا السيستماتيك، احنا هو لو كان حتى مش سيستماتيك نفس المبدا، بس انه احنا هون الطريقه اللي بنبني منها الباريتي تشيك ماتريكس، هي لازم يكون عندي الجنريتور ماتريكس سيستماتيك عشان اقدر ابني منها الباريتي تشيك ماتريكس. هلا الحال الثاني انه الجنريتور ماتريكس مش سيستماتيك، الها طريقه، بس احنا ما راح نتطرق لها في عندنا، احنا بس راح نتعامل مع الجنريتور السيستماتيك وان نطلع منها السيستماتيك باريتي الباريتي تشيك. فعندنا الباريتي الجنريتور ماتريكس سيستماتيكلي قلنا هي فيها جزئين، الجزء الاول اللي هو الباريتي والجزء الثاني اللي هو الايدنتيتي. هاي لما نضربها بالاتش ترانسبوز، الاتش ترانسبوز قلنا اول شيء عندنا ايدنتيتي دايمنشنز لها ان ماينس كي، بعدين بيجي عندنا الجزء الثاني اللي هو الباريتي اللي هي كي باي ان ماينس كي. هذول لما نضربهم ببعض، حتى يعني مش ضروري تحط ارقام، حطهم بالرموز لازم يطلع معك حاصل الضرب صفر. طبعا هون عندنا الجنريتور ماتريكس الدايمنشنز لها كانوا عباره عن ايش؟ كي ان ماينس كي، فاكيد الاتش ترانسبوز عندي النمبر اوف روز لازم يكون ان ماينس كي. لا عفوا مش ان ماينس كي، لا خربطت، ان في ان ماينس كي، ان مش ان ماينس كي. هون عندنا ان، اوكي لا شوي الباريتي كانت كي تي ان ماينس كي، ومع الـ identity اللي هون بتصير ان. مظبوط. وهون عندنا الرو نمبر اوف روز هو ان مضروب في الان ماينس كي، فالمفروض يطلع عندي الاوتبوت عباره عن سيكونس. شو الدايمنشنز الها؟ كي في ان ماينس كي، كي في ان ماينس كي بالضبط. طبعا حيطلع عندي شو الفايده نحط نطلع على الاتش ترانسبوز؟ ليش ما نطلع على الاتش وخلاص؟
لأنه بنحتاج إحنا الإتش عند الديكودر. لا إحنا بنحتاج الإتش عشان بالديكودر بنحتاج الإتش عشان نطلع منها الإتش ترانسبوز. يعني فعلياً اللي بنستخدمه بالكالكوليشنز هو الإتش ترانسبوز. الإتش ترانسبوز. أوكي؟ يعني هاي المستخدمة فعلياً. بس إحنا لأنها ترانسبوز سمينا الإتش العادية هي البريتي تشيك ماتريكس، فهي سميناها الـ يعني أو هاي اللي بنستخدمها في الكالكوليشنز. أوكي؟ طيب هلأ إذن قلنا هاي لما نطبقها رح نلاقي إنه الجي إتش ترانسبوز بتساوي صفر. وهاي الشغلة وين رح تفيدني يا شباب؟ هاي المعادلة رح استخدمها ورح تكون ذات أهمية كبيرة عندي على الديكودر. هلأ كيف رح تكون ذات أهمية عند الديكودر؟ هلأ لو قلنا إنه إجاني مسج معينة مثلاً داتا، إجتني مسج M4 من الداتا دخلت على الإنكودر، الإنكودر طلع منه كود وورد U sub 4، هاي الكود وورد نعملها موديوليشن وراحت عندي على الأنتنة وراحت على الشانل. هلأ إذا كانت الشانل خلينا نقول يعني مايلد ما عملت لي ايرورز، فرح توصل عندي الكود وورد U4 رح تدخل عندي على الريسيفر ما فيها أي نوع من الايرورز. أوكي حتدخل حين عمل الديموديوليشن بعدين حتوصل عندي على الانبوت للديكودر زي ما هي ما فيها أي ايرور، حتوصل U4. هلا الديكودر هون فعليا شو بيعمل؟ بيضرب الكود وورد أو الريسيفت سيكونس اللي واصلته بيضربها بالإتش ترانسبوز ويشوف شو بيطلع الجواب. فهون الديكودر عندي حيعمل U sub 4 يضربها بالH transpose. ماشي؟ هلأ الU sub 4 originally شو كانت؟ كانت عبارة عن الM 4 في إيش يا شباب؟ في الجنريتور ماتريكس. في الجنريتور ماتريكس وردينا ضربناها على الديكودر هون بالH transpose، فهذا الجزء إيش بيساوي قلنا؟ زيرو. فإذا كانت الكود وورد اللي واصلتني أو الريسيفت سيكونس اللي واصلتني ما فيها أي نوع من الايرورز، فعمليتني أضرب الريسيفت كود وورد بالH ترانسبوز لازم تعطيني زيرو. إذا أعطتني all zero هون الديكودر بيقول إنه عندي ما في عندي ايرورز، بيقول no errors، إنه الريسيفت سيكونس هي صحيحة 100%. أوكي؟ لكن لو انه اليو 4 لما مرت عندي في الشانل، الشانل ضافت عليها سم ايرورز، فعندي وصل بدل ما يوصل عندي يو 4 وصل عندي سيكونس خلينا نسميها ار. هلا اجا الديكودر عندي ضرب الار بالاتش ترانسبوز، الار هلا بطلت نفسها اليو 4 صارت سيكونس ثانيه، سيكونس مختلفه. فهلا ال R ضربها بال H transpose بتتوقع انها تطلع صفر ولا ما تطلع صفر؟ هون ما راح تطلع صفر يا شباب، ما راح تطلع صفر كونها ما طلعت صفر. هون الريسيفر او الديكودر مباشره بيعرف انه هاي الريسيفت سيكونس هي contains error. اوكي فكونتينز ايرور. هلا الاجراءات اللي بتصير انه اذا الديكودر عنده القدره انه يصحح الايرورز بيصححهم، واذا ما عنده القدره انه يصحح الايرورز بيتواصل بيعمل فيدباك للسندر وبيقول له انه السيكونس اللي بعثتها فيها ايرورز سند ات اجين. فاذا هاي اهميه الباريتي تشيك ماتريكس انه لما ناخذ الترانسبوز تبعها دائما يعني بنستخدمها في الديكودينج بروسيس، ومنها بنقدر نعرف انه في ايرورز ولا ما في ايرورز. واحيانا حسب القدره تبعت الكود تبعتي بيقدر الديكودر انه يعمل كوركشن للايرورز اللي بيلاقيها. طيب اذا هذا بالنسبه لل الباريتي تشيك ماتريكس استخداماتها. فعندي الجي تايمز الاتش ترانسبوز بتساوي صفر، وقلنا انه اي كود وورد اضربها في الاتش ترانسبوز بتصير عندي
كأني كل بت بجمعه لنفسه، فبيكون عندي الاوتبوت النهائي هو عبارة عن a vector of zeros. Okay, a zero vector. طيب هلا قلنا هاي الحالة انه لو قلنا مثلا كانت المسج تبعتي فرضا المسج فيكتور، المسج فيكتور كان مثلا بيساوي 1 0 0. خلينا نرجع للسلايد اللي قبل نشوف 1 0 0، فكانت الكود وير تبعته 1 1 0. اليو تبعته تساوي 1 1 0 1 0 0. ماشي، اذا هاي المسج وهي الكود وورد اللي تابعه للمسج. هلا هاي الكود وورد طلعت في الشانل. هلا الحاله الاولى انه الشانل ما عملت شيء، فالريسيفد فيكتور كان نفسه الترانسميتد كود وورد اللي هي 1 1 0 1 0 0. هلا لما عملنا نيجي نعمل نضرب الريسيفد سيكونس بالاتش ترانسبوز، خلينا بس نمحي عشان نعمل مكان. خلينا نرجع نشوف نفس الجنريتور ماتريكس اللي احنا استعملنا معها، كانت بالاكزامبل الماضي هي عباره اتوقع عن 0 لا 1 1 0 0 11 101. بعدين عندي هون ايدنتيتي 0 1 0 0 0 1. ماشي، اللي بدنا نطلع منها الاتش ترانسبوز، اتش ترانسبوز قلنا اول شيء بنحط ايدنتيتي مقدار ان ماينس كي، الان ماينس كي اللي هو 3، فبصير عندي ايدنتيتي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. بعدين الباريتي بارت، هذا الجزء تبع الباريتي بنحطه زي ما هو 1 1 0 0 11 و101. هاي ال H transpose. ماشي، هلا لازم انا اضرب ال R بال H transpose، لازم يطلع معي كم الجواب يا شباب؟ اللي هو ال XOR addition يكون 0، لازم يطلع صفر 0 لانه هون ال received sequence، received sequence نفسها ال transmitted code word، ما صار علينا اي error. والله شباب اللي عنده صوت تلفزيوني يعمل ميوت. طيب فهون صار عندنا ال R في ال H transpose اللي هي حتصير 1 1 0 1 0 0، حنضربها بال H transpose اللي فوق، ضرب هاي، فبصير عندنا ال output شو راح يكون ال dimensions تبعته. ال R عبارة عن 1 في 6، دايمنشنز لل H transpose عبارة عن 6 في 3، الاوتبوت لازم يطلع عندي 1 في 6، سيكونس 1 في 6. هون عندنا ال كل الصف هذا اضربه في العمود هذا، بصير عندي 1 0، هون بصير عندي 0 الاول، بعدين هون 1 0 برضو، البث الثاني 0، وهون نفس الرو هذا بضربه في الثيرد كولوم فبصير عندي كمان 0. هون طلعت عندي ال R H transpose طلعت بتساوي 0، فهذا معناته الديكودر بيقول لي انه
الريسيفت سيكونس اللي هي R ما فيها errors. Contains no errors. No errors. طيب هلا لنفترض يا شباب هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية نفترض هاي الـ transmitted code word هيها. خلينا نفترض إنه received code word صار في عندي هذا البيت تغير. هذا البيت بدل ما كان زيرو صار واحد. ماشي. هلا هاي received sequence راح تيجي تدخل عندي على الديكودر. الديكودر راح يعمل لها اللي هو يضرب الريسيفت سيكونس بالاتش ترانسبوز عشان يطلع الاوتبوت. هلا لما نيجي نعمل عمليه الضرب حيطلع عندي زيرو بعدين هون حيطلع عندي زيرو هون راح يطلع عندي البت الثالث حيطلع واحد. ماشي. هون عملية ال H R في ال H transpose أعطتني مش all zero sequence وإنما أعطتني هاي sequence. كونه هاي sequence مش all zeros معناته الديكودر راح يعلن إنه received sequence contains errors فيها errors. ماشي. بالنسبة لل correction هذا موضوع راح نتحدث عنه في المحاضرة الجاية بس إنه هون عمل detection كونه ال R H transpose طلعت مش صفر حيقول لي انه received sequence اللي هي R فيها errors. ماشي. هلا في حالة ثالثة انه ال الحالة الثالثة انه هاي الكود وورد طلعت عندي على الشانل على في الشانل صار عند دخل عليها يعني او صار لها تشويش صار فيها ايرورز فالبيت واحد من البيتس اللي هو هذا البيت مثلا صار بدل الزيرو صار واحد ماشي في هاي الحاله الديكودر راح بس يوصل هاي السيكونس بس توصل عندي على الديكودر راح يضربها بالاتش ترانسبوز راح نشوف انه الاوتبوت هون ايش راح يطلع يا شباب زيرو وان راح يطلع واحد مزبوط اوكي في مشكلة طيب هون راح يطلع عندي خلينا والله نجرب 1 1 هاي 1 0 بعدين هون 1 صارت 0 بعدين 0 1 طيب خلينا احنا نوقف هون هذا الاكزامبل بنكمله هاي الحاله ان شاء الله بنكملها المحاضره الجاي خليني اخذ ال اخذ الحضور طيب تمام هيك تقدروا تفضلوا يا شباب وان شاء الله بنكمل المحاضره الجايه